بينهم رئيس أمريكي سابق، مشاهير بدلوا آراءهم عن إسرائيل بعد زيارتهم فلسطين. فلسطين تطالب مجلس الأمن بالتصويت لصالح مشروع قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيلوا زر الجرس. مساكم بالخير. عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس وسحب على 100,000 جنيه مصري. كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب، وتكتب تم في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة. بينهم رئيس أمريكي سابق، مشاهير بدلوا آراءهم عن إسرائيل بعد زيارتهم فلسطين. أعاد نشطاء على مواقع التواصل نشر مقاطع مصورة تضمنت آراء لمسؤولين سابقين وشخصيات عامة ويهود كشفوا من خلالها حقيقة الوضع في فلسطين. وعلى رغم اختلاف رواياتهم إلا أنهم اتفقوا على حقائق كانوا شهود عيان عليها في فترات سابقة حول المعاناة التي تواجه الشعب الفلسطيني من جراء سياسة البطش التي تتبعها إسرائيل. فلسطين تطالب مجلس الأمن بالتصويت لصالح مشروع قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار. طالبت الرئاسة الفلسطينية أعضاء مجلس الأمن الدولي المقرر انعقاده مساء اليوم الجمعة في نيويورك بالتصويت لصالح مشروع القرار الداعي لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، استنادا للمادة 99 لميثاق الأمم المتحدة، وذلك طبقا للقانون الدولي الإنساني. وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان اليوم أنه قد حان الوقت لأن يتم اتخاذ هذا القرار لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. فقد استغل رجل الأعمال كونه خريج جامعة هارفارد لرصد ما يحدث في الجامعة بشكل خاص، إذ كانت 33 منظمة طلابية في الجامعة قد أصدرت بياناً تحدثت فيه عن ارتكاب إسرائيل أعمال عنف في قطاع غزة. ورد أكمان يجب أن تكون